عيد الدراري عيد من تحت كبار شكرا ما ريش من قدام حسن الناس درقوا اليوم بزاف ديال الحوايج هزوهم بلا ما نشوفوا العبار كيفاش وقع بينهم وبين الناس حرقوا الدم ديالهم وعائلتهم ما حاضرين هزوا الجوتات بلا ما يحضروا كاع العائله ديال هاد الناس هادو ما عرفناهمش باش كيفاش طحنوا ما شفناش حتى الاوجه ديالهم فيهم بهم في ظرف ربع ساعه كانوا هزوا الضحايا لبني ملال اللي مات كان ديك الساعه يخليوه واللي باقي فيه ما يتعالج ولا باقي يدخل العنايه المركزه يديوه هما جاو جمعوا كلشي في ظرف ربع ساعه ودرقوا هاد السي ودفعوا السياره غير بيديهم وطلعوا الشانطي على السياره اللي ما تبقاش تما تيجيو العائلات ويصوروا داك السي ويشوفوا داك السي على عينيهم هذه هي العينه اللي بقى فينا عليها الحال ودابا ملي حصلنا السياره وفيها الدليل وفيها هذه شو شحال عطلونا ديال الوقت 8 السوايع دابا هما شادينا ومني ماتوا الناس في ربع ساعه هزوهم ولدي جاي من البراديه الدري حمزه غادي من هنا بغى يضرب له الطوموبيل تصادحوا طاحوا السقد اللي كان في عين المكان جا باش يبلغ الشرطه صاب الدراري حقين عام ساطحين حتى واحد ما مقت وراه اعترف عند الجدار من قبل لا الدراري صابهم حقين بعد ب 400 متر قال لي شاد البيل تندير الطوموبيل بحال هكا باش يوقف باش نبلغ الشرطه قال لي داز كافر ملي رجعت نسيب الدراري قال لي مقتين بثلاثه والدري الاخر ملي يحفظ الزرع والطوموبيل دخلت البيست وولدي مرمد لي السبرديله بالتراب كل كان في الشانطي ما غاديش تمرمد السبرديله بالتراب احمر وطلعوا كاين الناس اللي طلعوا معاه الطوموبيل من البيست حتى للشانطي وهما هذاك الجدار ملي جا ملي مشينا حنا للبلاصه ما عيطوش لينا مشينا صنا الدراري هزوهم سطناها العافيه شاعله والدراري بعد ميتين يغطيهم حتى نجيو حنا ها الشرفه ها ولاد عبد الله ما بعادينش وقرابين والتليفونات كاع عندهم في جيابهم كان عليهم هذيك الساعه يتصلوا باخر مكالمه للتليفون تم الابلاغ ان فقط الحادثه كانت غير بين دراجتين ناريتين وان السياره غير مدرجه في المحضر ديال الدرك الملكي حنا ملي مشينا عاينا وسولنا الشهود وداك الشيء اذ بان السياره اللي هي هذه دابا المحجوزه الان انها تجاوزت الضحايا على بعد واحد جوج الامتار الدرك ما كيمكنش عندهم كيسولهم كيقول لكم لا دي السياره راه خرجت قبل ما توصل الضحايا قبل ما توصل الضحايا الاخ ديالي موجود على اليمين ديال الطريق والمرحوم حمزه موجود على الوسط ديال الطريق يعني هناك ليست هناك امكانيه باش تمر شي سياره ومن الجانب الايمن ديال الطريق كاين المرحوم محمد جواد الاخ ديال هذا السيد هذا اللي هو كان طايح على الحافه وديك الحافه موجود فيها جوج متر وغرق يعني ليس هناك امكانيه باش تمر الطوموبيله ديالها الناس ملي كنسولوهم اودي كنقولوا ليهم الطوموبيل راه دايز فوق الدراري كيقول لك لا اودي الطوموبيله ديالها خرجت قبل كنطالبوهم اودي علاش مشينا سولنا الشهود عندنا الشهود ديالنا انا كنعاين الدراري المره الاولى كاع ملي عاد حضر وقعت لك السيده كاع سمعت الضربه ديال السيده مشيت تنجري العين ما كاع كنعاين هاد الجوج هادو الوسط الطريق اللي هو حمزه والدري الاخر اللي باقي على قيد الحياه تنعاينهم كاع وسط الطريق مغمى عليهم وهاد الضحايا هادو قال لك اللي كانوا هنا اللي هو حلومي صالح ومحمد جواد كنطلب منه ديك لي جبت لي التصويره ديال الاخ ديالي قلت له ودي واش هاد السيد هذا فين كان موجود؟ قال لي كان موجود هنايا هاد السيد قال لي كان موجود هنا قلت له كان حي قال لي كان حي وريته التصويره ديالي يعني تعرف الملامح ديال الوجه ديالو ولكن السياره اللي حسيتو نتوما باش عرفتوا هي موجود على ادله تحت السياره موجود ادله اثار ديال الدم حنا دابا كنطالبوا بالشرطه العلميه انها تحضر العين المكان دراك ما كيقول لك لا غادي نديو فوق الديباناج ما يمكنش لان ممكن اتلاف ديال هذيك الادله حنا كنطالبوا التزعينات من عين المكان ديال السياره اللي محجوز هذه مطالب ديال المشروع اولا مطالب اتلاف من الدرك الملكي كنقول لهم اودي الطوموبيله ديالها ما يتمش اطلاق سراح ديالها مادام ان التحقيق ما استكملش الضحايا اللي توفوا ما يتهزوش حتى يحضروا الاهل ديالهم لان في ظرف ديال ربع ساعه تم اطلاق السياره وتم هز الضحايا المرحوم خويا والدري حمزه والمحمد جاود انه توفى في الطريق الملامح ديال داكشي كيقول لك اودي الناس ما لقيناش من الوجه ديالهم أنا الغريب في الامر كنستغرب انه السيد وريت ليه ودي التصويره ديال خويا قال لك ودي هذا كان حي انا تعرف الملامح ديال الوجه ديالو بينما لي جوندار كيقول لك ودي وجهك خوك راه الجبه ديالو كانت داخله الجبه ديالو يعني ما غاديش نتعرف عليه كون ما تصافش الدري خويا ما مضروب ما والو ما غاديش نتعرف عليه بزاف ديال التساؤلات حنا كنطالبوا علاش الضحايا تهزوا قبل ما حضروا الاهلين توفاو اللي باقيين حيين من حقهم انهم يديهم الاسعافات ولكن الناس يتوفوا حتى حضروا الاهل ديالهم يشوفوهم يعينهم الناس تهزوا تلقى الطوموبيل ملي كنمشيو كنطلبوا الطوموبيل كيقول لك ودي
ما عندناش شي ادله، ما كاين شي ادله من الموسى لقيناها في الطوموبيل. الطوموبيل كنلقاو البارشوك ديالها طايح تما في مكان الحادثه، ومتجاوزه الضحايا اللي هو الضحيه حلومي متجاوزه ببعد ديال جوج الامتار، وعندي الصور المرفوقه بمكان الحادثه، عندي صور كنرفقها في الهاتف ديالي انها متجاوزه ببعد ديال جوج متر. دابا ملي جينا لهنا درنا واحد غير نظره على هذه السياره كانت علينا شكوك، تلقاو اثر ديال الدم كاين تحت ديالها. كنطالبوا مطالب معقوله، كنطالبوا ان الطوموبيل يجيو للشرطه العلميه يهزوها من هنا من عين المكان وياخذوا عينات من هنا من عين المكان وتمشي الطوموبيل تستكمل بها. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.